السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي النبهان. في هذا المقطع الفيديو حابب أذكركم بعض المعلومات اللي صرح فيها موقع التعليم العالي التركي اللي معروف باليوك، طبعا اللي هو اسمه يوكسك أوراتيم كورولو. طبعا بهذا الموقع جميع التفاصيل بتهم الطلاب الأجانب بتم نشرها وتداولها بهذا الموقع. طبعا كتير صارت مشاكل وكتير صارت تأخير النتائج بسبب إدارة التعليم العالي الجامعي، بسبب عدد مقاعده إلى آخره. هلأ إدارة الموقع يعني إدارة التعليم العالي التركي نزلت المقاعد الخاصة بطلاب الأجانب. هلأ أول شيء هذا الملف وزال يتنك سينو إلى أورانجي ألان يوردشندن أورانجي قبول ليسانس كونتاجالları. هاي هون المقاعد تمام اللي بيتم دخوله من خلال امتحانات اللي هي مثل امتحان الموسيقى او الرسم الى اخره. هاي المقاعد واسماء كل جامعه وباي مدينه، طبعا بالاحمر هو اسم الجامعه. هلا بهذا الملف هذا فيه الليسانس، الافضل بتكون دراستها 4 سنوات وما فوق تمام. هلا مثلا مثل جامعه عبد الله جول يونيفرسيتي مدينه قيصري، مثلا ميمارليك العمارة باللغة الإنجليزية، عدد المقاعد 12 مقام. طبعا هدول 21 هدول ملاحظات تمام، بيكونوا بآخر الملف حاجة بيكونوا هون بالكشولات تمام. الشروط هاي إذا في شروط خاصة بكذا، هاي بالنسبة للكليات. بالنسبة للمعاهد تمام، يعني الطالب أي جامعة بده يعرف عنها شو المقاعد اللي موجودة من ناحية الكلية ومن ناحية المعاهد، بيدخل على هالملفات تمام، فبيعرف المقاعد المتوفرة. طبعا باللون الأحمر برجع بكرر موجود أسماء الجامعة، يعني مثلا أنا شو أي جامعة بدي، مثلا لنفترض مثلا جامعة ألانيا تمام بمدينة أنطاليا، مثلا أنا بدي هي الجامعة، بدي مثلا معهد البرمجة الحاسوب تمام، هذا هو الفرع 5 مقاعد تمام. هذول الملفات بتوضح هي المعلومات. لهون بيكون انتهى المقطع الفيديو. طبعا بإمكانكم تحملون من جدول 3 4 5 المعلومات اللي شرحتها. لهون بيكون انتهى المقطع الفيديو. بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق.